زي ما انت بتقولي، هو ظروف المهرجان صعبه والسنه كلها كانت صعبه، ومش عارف ازاي بصراحه هم نظموا كل التنظيمات وعملوها زي ما يكون ما فيش اي حاجه، بس في نفس الوقت واخدين بالهم جدا من الاجراءات الاحترازيه عشان الناس ما حدش يتضرر في اي حاجه، فربنا يكون في عونهم. والله لسه مش عارف، بس اكتر فيلم كان نفسي اتفرج عليه فيلم احمد مالك ووفاتني، بس هحاول اتفرج عليه في المكتبه لو بيعيدوا عرضه تاني. بعمل مزيكا دلوقتي ومستني ان شاء الله لسه بقى حاجات رمضان، لسه حاجات، في حاجات لسه ما اتعرضتش، بس في حاجات للسينما اتعرضت عليا فلسه بقراها.